ثم قال عز وجل والخنازير. قال بعض المفسرين إن المسخ على صورة الخنزير هو حاصل لليهود كما هو حاصل لهم على صورة القردة. ويؤثر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن المسخ على صورة القردة للشباب، وأن المسخ على صورة الخنزير هو للشيوخ. والمشهور أن المسخ على صورة القردة واقع لليهود، وأن المسخ على صورة الخنازير واقع على النصارى الذين كفروا بالمائدة، الذين طلبوا من عيسى عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم مائدة من السماء. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. قالوا فإنهم قد كفروا بها، فمسخهم الله عز وجل خنازير. والذي يظهر أنها في اليهود، لأن الله عز وجل قال وجعل منهم القردة والخنازير، والخنازير معطوفة على القردة معطوفة، والأصل في العطف هو التغاير، لكن المعطوف والمعطوف عليه يجتمعان في حكم. تقول جاء زيد وعمر، فعمر ليس زيد، فهما يختلفان متباينان، لكنهما اتفقا في الحكم وهو المجيء، والسياق هو سياق لليهود. لكن التفريق في كون القردة مسخة على غرارهم الشباب والخنازير ترد إلى الشيوخ لا دليل عليه.